على السلامة يا ابو رمزي. قليل ابو رمزي. وين كنت يا ابي؟ كنت سهران. ما سمعت صوت الرصاص؟ بلا سمعت. ما عرفت مين اللي قواص؟ لا والله ما عرفت. دغري جيت على البيت. خير ما عملت يا ابي. شو؟ ليش واقفين؟ روحوا ناموا. صباحوا على خير. ابو عزام. يا ابو عزام. مين؟ انا المختار. ابو عزام اسمع الصوت رصاص من جهه بيتها. خير؟ شوفي واحد اوس علي وهرب. يا لطيف يا لطيف، مين هذا الابن الحرام؟ المهم انك تكون بخير زعيم. انا بخير بس ابدا انا ماني منيح. الحمد لله اللي ما صابك اي مكروه. هالمرة ما صابني بس تاني مرة بيصيبني. هدول مستهدفيني يا مختار، هدول ما راح يتركوني بحالي. الله لا يوفقهم ولاد الحرام، الله لا يوفقهم. فوت هلا نام وارتاح، وبكره لكل حادث حديث. بنقول خير. السلام عليكم. تصبح على خير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تصبح على خير يا شباب. الله يخليك. الله معك. يلا شباب كل واحد على بيته. شو عقيد؟ يلي عم بيصير مع زعيمنا مو عاجبني بنوب. نحن لازم نعرف مين عم يغوص واسرع وقت. الشغله بتحط العقل بالكف. بدفع كل مالي لاعرف مين غريمي وغريم ابني. لك ليش عم يحاولوا يأذونا؟ شو بدهم منا؟ يا ريت فيني اقول لك. يا بي اشتكي للكراكون. لا يا بي لا. لا راح اشتكي للكراكون ولا لحدا تاني. في الله هو اللي بياخذنا حقنا. لا حول ولا قوة الا بالله.